الأقمشة المناسبة لهذه المجموعة هذه، لأن إذا كنت غادي نصمم مجموعة تاريخية خصني ثوب معين، أو إذا كانت عصرية خصني عاود ثوب. هي تتكون بحث وغسل وعاد تكون شراء الثوب. فغادي نبداو باللباس الأول، وحسن غادي تقول لي باش يسمي لباس، لا من ناحية الثوب ولا من ناحية الخياطة. طبعا أنا اختاريت هذه اللبسة تكون هي الأولى، لأن بحال بها كنودعوا فصل خريف وشتاء، لأن اللون ديالها شوية مغلق اللي هو يعني غونا أو لا بوردو. كتكون من ثلاث قطع، فيها فينا وأورغانزا، يعني مزيج من الأقمشة، يعني كاين لامي كاين طافطة وكاين أورغانزا. وطبعا كاين زادك تنبات لي فيها مع حزام شوية مخالف على الحزامات اللي كنشوفو دائما، اللي هو عبارة عن أوراق ديال الشجر. ديال الشجر. بالنسبة للموديل الثاني، الموديل الثاني هو قفطان ديال بروكار، هو فيه شغل تنبات ومزيج بين البروكار والدونتيل. والتنبات هو فقط جهة الكمام؟ جهة الكمام طبعا جهة الكمام. وبالنسبة للمضمة ديال هذه اللبسة هذه، فهي تتفكرنا بديك الوقت اللي درتي في الكمام. طبعا ودائما بالتنبات، يعني اعتمدتي على التنبات اكثر من الطرز او شيء طبعا آخر. هذا اللباس الاخير ربما في المجموعه الاولى، شنو قلت لك تقولنا عليه؟ هذه اللبسه هذه لون موف، يعني كتمتد دوك الاكمام ديالها اللي واسعين على شكل اجنحه، وفيها التنبات اللي هو يعني نقدروا نقولوا من الحاجات اللي كيميزوا حسن بوشيخ هو التنبات. يعني اللباس ديالك هو تقريبا معتمد على التنبات اكثر من اي شيء اخر. بالنسبه للثوب ديال هذا اللباس هذا، هو هذا مبرة او القطيقه، ومع الاورغانزا حرير مطبوعه بمبرة. هذه اللبسة هذه هي بالطبع بين لبسة ربيعية بالألوان اللي فيها. طبعا شنو يمكن اللي تقولنا عليها؟ هذا قفطان دو بيس بالمبرة، والطريقة ديال الباتش وورك والتنبات طبعا والدونتيل والعقاد والسيفون. يعني دخلت فيها بزاف ديال الأعمال مع بعضياتها. طبعا فيها السفيفة، فيها التنبات، فيها الثوب، هنا اختاريتي كذلك الفلوغ. طبعا لان احنا فصل الربيع، يعني ماشي هو فصل هو بارد وماشي هو سخون، يعني وتبقى الفلوغ هو ملائم. طبعا النظام دائما كنحاول ان يكونوا يعني ما يكونوش عاديين، لان المضمه عندها واحد اكسسوار اللي هو مهم في اللبسه، والشوفه يعني حيت كيكون المراه لابسه اللبسه ولا شي حاجه، الشوفه كتكون دائما في المضمه، وربما هي اللي تزيد جماليه لذيك اللبسه. طبعا كتضيف على اللبسه واحد الجمال والانوثه. بالنسبه لهذه اللبسه هذه، هذه اللبسه هي تقريبا فيها اربع قطع، فيها سروال وقفطان بروكار ودفينا دونتيل، فيها حتى هي تنبت اللي قلنا اللي مجموعه كامله فيها تنبت، كتمتد تنبت شغل اليد. وهنا الاخوات كنبغي نشكر الصانع اللي حتى هو كيدير واحد المجهود. طبعا بالنسبة للكمام حسن، واش هذيك خياطة ولا حتى هو تنبات؟ يعني من بعيد انا ما تنشوفش مزيان. لا تنبات، حتى هو تنبات وجاب بحال الشكل ديال الخياطة تقليدية قديمة. الشغل ديال تنبات كله يعني اعتمدتي على اللباس ديالك في هذه المجموعة على التنبات. بالنسبة للبسة الأخيرة من المجموعة الثانية، شنو يمكن لك تقولنا عليها؟ لبسة غوز بالدونتيل والطافطة، حتى هي الشغل ديال التنبات اللي قلت ان المجموعة كاملة كتعتمد على التنبات. بارك الله عليك. يعني حتى الاكمام جيتي مخالف على الكمام العاديين اللي حنا تنولدو. طبعا فهادو اكمام ديال الف ليلة وليلة ربما. طبعا علاش لا. والحزام حتى هو قلنا بان الحزام اكسسوار مهم في اللبسة،
واللي اعتمدت عليه بزاف في الاحزمه ان كان نواه فيهم باش ما يكونوش احزمه عاديه. وبالنسبه للخياطه في هذه الصيفه من بعيد؟ الصيفه طبعا التفين نخدم بالصيفه والقصه نخدم بالضفيره، كنحاول ان ما يكونوش مخيطين بنفس الخامه يعني. لا، ولان الصيفه من الاحسن انها تكون في اللبسه الفوقانيه لان غتبان اكثر، اذا كانت لداخل حرام اننا نخفيوها. طبعا تبارك الله عليك حسن، وتبارك الله على هذه المجموعه اللي وجدتي لنا. تكلمنا شويه على المشاريع ديالك المستقبليه. الفتره اللي جايه ان شاء الله كاين، ما كاينش عروض ولكن كاين عمل اللي عدت يعني اللي كنوجدوا العريسات وداك الشيء، بما ان موسم الاعراس ان شاء الله قرب. عندي يعني عندي خدمه انني تقدر تحرمني انني ما نشاركش في عروض. وجدتي المجموعه ديالك ديال العريسات لهذه السنه؟ ان شاء الله حنا داخلين وكنختاروا، عندي جلسات مع العريسات ان شاء الله اللي كيجهزوا داك الشيء باش نختاروا الموديلات ونختار نختاروا الخامات اللي غادي نستعملوا. بالتوفيق حسن، ومرحبا بك مره اخرى في برنامج اليك. شكرا الاخت. مشاهدينا الاعزاء، من بعد هذا العقد هذا غادي نمر الفقره المواليه، فقره منبر. تتلعب الجمعية دور كبير في تطوير الحقل الثقافي النسائي، وهذا العمل كيشمل عدد من الأنشطة سواء من خلال دعم الأنشطة الأدبية والفنية النسائية أو من خلال توعية بأهمية التواصل مع هذا الحقل الأدبي الواسع. هناك مجموعة من الأنشطة اللي كتقوم فيها يعني داخل الثقافة، يعني من الجانب الحقوقي للنساء. هناك مجموعة كما ذكرت موائد مستديرة كتعرف بها مثلا بالاتفاقية الدولية لمناضلة العنف ضد النساء، كاين تكاوين لفائدة الجمعيات المحلية والجمعيات الموجودة بجهة فاس بولمان. اختارينا المجال الأدبي أولا لتسليط الضوء على دور النساء والمساهمة ديالهم في الحقل الثقافي المغربي، ثانيا التركيز وتقييم العمل ديال الكتاب والأديبات النسائية والمساهمة ديالهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، كذلك لأن أيضا التعبير على المساواة وتكريس ثقافة حقوق الإنسان ما تيمرش بالضرورة عن طريق ندوات، ولكن كاين أشكال أخرى للتعبير.